قال ومن شر حاسد إذا حسد. دي العيب. والعين يا أخواننا نوعين، إما يكون نتيجة لحسد، زول شاف عليك نعمة من مال ولا صحة ولا أي شيء، إن شاء الله شاف صوتك سمح أي حاجة، لو جلابيتك سمحة بس ممكن تدوق عين كويس، أنت تاني تكوس للعافية اللي بتلبس بها جلابية ما تلقاها، ده نتيجة لحسد. والحسد أن يكره نعمة الله عليك أو يحب تزول النعمة دي منك حتى لو ما تجوه بس تزول منك. عشان كده ذكروا في رواية عن موسى عليه السلام أنه وجد رجلا مغتما يبكي، ظل مدنجر ومستاء جدا، قال ما بالك أنت مالك؟ قال بقرة جاري تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدا. وطيب داس زعل يا أخي ما تحلب، ما الله أداه يا أخي. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. المشكلة شنو يعني كونه ده أفضل منك في المال ولا في الجاه، شنو المشكلة؟ زعلان بيبكي قال كيف بقر داك تحلب دلوين وبقرتانا تحلب دل واحد؟ فقال له طيب ادعو الله او ادعو الله لك ان تحلب بقرتك دلوين وبقرة جارك دلوين كده تساوي ما في مشكلة. قال زعلان قال لا لسه ما داير كده. طيب انت داير شنو بالضبط؟ قال ان تحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرة جارك دلوين. قال لا. قال أربعة دلاء. قال لا. قال ماذا تريد إذن؟ أنت دار شنو بالضبط؟ قال لا يحلب ولا أحلب. بالله شوف الحسادة دي يا أخواننا، داير داك بقرته تجيف ساي وهو إن شاء الله ما يشرب ذاته، حسد. عشان كده ربنا قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أنت تحسد ليه؟ الله قسم كده، الله أراد كده. عشان كده الحسد يا أخواننا العلماء قالوا كما قال صاحب أضواء البيان أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. في السماء إبليس حسد آدم أأسجد لمن خلقت طينا، وفي الأرض قابيل حسد هابيل قتله. أول ذنب خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه الحالقة، لا أقول تحلق الرأس، مش بيحلق لك رأسك، قال تحلق الدين. أول ما بديت تحسد ليه ده كده وأنا ما عندي، وليه ده وأنا ما عندي. أنت يا أخي بتتدخل في قدر الله؟ تتدخل في أمر الله؟ سبحان الله، أغلب المشاكل التي تدور في الساحة اليوم من مشاكل دينية ومشاكل دنيوية سببها الحسد، والله الذي لا إله غيره. ناس الواحد ينصب لك العداء سنين ويروج فيك الأكاذيب والأقاويل وينطلق في البلاد يهجوك بشر ما عنده، السبب شنو؟ سبب إنه حسدك على النعمة اللي أداك لي الله، أنت تفوقت عليه وبس. عشان كده الإنسان يستعيذ، قال من شر حاسد إذا حسد. طيب إذا علمت أن أحدا من الناس، إحنا ما دنينا العلاج يا أخواننا، حسيت أنه زول ده نظر لك نظر حسد، طيب تعمل شنو؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ أن الإنسان يكبر ثلاثا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كده بيزول الأثر بتاع الحسد عليك. تمام؟ إن حبوباتنا بقول لك الله أكبر عليك، لما نحس إن عندك حاجة كذا كلام قلت لك كلام ولا شيء يقول لك الله أكبر عليك. الكلمة دي عندها أصل في السنة، الإنسان يكبر ثلاثا لينجو من شر حاسد إذا حسد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.